أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، أكد على ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من عناية واهتمام بفئة الشباب. نعم، الرميحي أشار إلى أن توجيهات جلالة الملك المفدى تؤكد على ضرورة تزويد فئة الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في المسيرة التنموية الشاملة، منوها سعادته إلى ما توليه الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه الفئة عبر ما يتم تنفيذه من مبادرات وبرامج تدريبية وتوعوية يتم تنفيذها من قبل مختلف مؤسسات الدولة. جاء ذلك في كلمة سعادته في الحفل الذي أقامه معهد البحرين للتنمية السياسية في مقر صرح ميثاق العمل الوطني تكريما للفائزين والمشاركين بالمبادرات في برنامج رهان المستقبل بمشاركة 64 شابا وشابة. وأكد الرميحي على ما يوليه المعهد من اهتمام وعناية بالغة بفئة الشباب وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة وفق أعلى معايير التدريب والتأهيل وصولا إلى خلق جيل متميز يتمتع بمستوى عال من الوعي الوطني قادر على حمل أمانة الحفاظ على هذا الوطن وتعزيز مكتسباته. هذا وأشار الرميحي إلى أهداف البرنامج ومنها تمكين وتثقيف المشاركين بالمسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى ودستور مملكة البحرين وتعريفهم بأهداف التنمية المستدامة وعلاقتها بالرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. وأكد الرميحي حرص المعهد على اعتماد أفضل معايير التدريب والتأهيل السياسي، حيث تم إعداد البرنامج ليشمل 3 مراحل تدريبية ونقاشية وعملية. وقدم سعادة الوزير الرميحي الشكر الجزيل إلى أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين الذين تم استضافتهم في البرنامج على ما قدموه من خبرات ومعلومات هامة للمشاركين. وفي ختام الحفل كرم سعادة السيد علي بن محمد الرميحي أعضاء لجنة التحكيم والمدربين المساهمين في إنجاح البرنامج، كما تم تكريم أصحاب المبادرات الفائزة في برنامج رهان المستقبل. أبرز وأهم ما يملك أي مجتمع هو هويته الوطنية. الهوية الوطنية موضوع جدا كبير ولا يمكن تعزيزه إلا من خلال قناعة داخلية لدى الشاب. أنتم تمثلون بلد يجب أن تفخرون به، أنا أقولها بكل صراحة وبكل قناعة. اليوم للأسف الشديد في بعض الدول العربية والتي أصبحت بقايا دول، أصبح المواطن في هذه الدول يتنكر لهويته ولمجتمعه بسبب بأن هذه المجتمعات تم وصمها بالتطرف وبالإرهاب. نحن مجتمع ولله الحمد متعارف عليه أن البحريني متسامح متصالح مع نفسه، جدا مثقف، يملك وعي، والدليل على موضوع الوعي ما نشهده اليوم من قصة نجاح في موضوع التعامل مع هذه الجائحة. قد لا يطلع بعضكم على ما يدور في بعض الدول في الخارج، فهي تعاني معاناة جدا كبيرة لها تبعات اقتصادية تستطيع أن تسميها كارثة كبيرة في جميع القطاعات على المستوى التعليمي. ولله الحمد التعليم لم يتوقف في البحرين، الاقتصاد بدأ يتعافى كما نسمع من الجهات المعنية بهذا القطاع. نعمة الأمن والأمان التي نفخر فيها ونحمد الله دائما عليها، هذه كلها لم تأتي إلا من خلال قاعدة صلبة تتمثل في مجتمع واعي يملك حس وطني عالي وجدا كبير. لا يمكن أن احنا نحدده في تخصص معين، يعني أنا دائما أذكر هذا الكلام لطلبة الجامعة، لأنك أنت لا تحصر نفسك في تخصصك. اليوم وجودكم في هذا البرنامج هو جزء من ثقافة يجب أن تتطلع عليها، وهناك الكثير من الثقافات التي يجب أن تتطلع عليها، وهذه كلها تبني جزء من شخصيتك. المستقبل جاي بإذن الله، دائما الشخص يكون متفائل،
لا يلزم روحه أو لا يلزم نفسه بتخصص معين، التخصص مطلوب ولكن الاطلاع والثقافة موجودة. ما نراه اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا لا أعني فيه بلد معين، في العالم كله رأينا من رئيس أكبر دولة في العالم يشتكي من هذه الوسائل إلى عمدة لندن، إلى أولياء أمور، إلى أشخاص كثيرين يتحدثون عن ثقافة جديدة بدأت تدخل علينا. لذلك حتى لا يعني أخرج عن صلب الموضوع، أنا أربط المستقبل ببناء شخصية نود أن نراها حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. نود أن نرى البحريني الذي يجب أو الذي نعرف. الفوضى الموجودة هذه لا تعكس واقعنا أفضل بكثير من ما نراه. نحن ولله الحمد يعني نمضي بثبات بقيادة حكيمة من صاحب الجلالة الملك المفدى، وبمجتمع مثقف وواعي مثل المجتمع البحريني. أكرر شكري لكم، أتمنى لكم دائما التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلق إيماننا بأن أبناءنا وبناتنا من الشباب البحريني المنجز والطموح، مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون للمستقبل الواعد، فقد جعلنا مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء تساهم في التطوير الإيجابي لنهضتنا الوطنية وفق أهداف التنمية المستدامة بمسؤولية وتكافؤ حقيقي. تطوير بمسؤولية وتكافؤ حقيقي حققه برنامج رهان المستقبل، والذي يهدف إلى تثقيف وتوسيع مدارك المشاركين بناء على أسس واضحة للسير ضمن خطط المملكة ورؤيتها. حقيقة في البداية ودي أشكر المعهد على هذه المبادرة واهتمامهم بالشباب تنفيذا لتوجيهات مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، ويترجم المعهد حقيقة توجهات وحرص جلالته على الاعتناء بالشباب وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق تطلعاتهم. من السهل على الناس أن يسألوا يلقوا إجابات أو ينتقدوا بعض الأشياء، ولكن من أهم الأشياء حيوية هي أن نتفاعل مع بعضنا البعض ونناقش الأفكار الحيوية في المجتمع ونتوصل إلى آراء مشتركة، حلول. البحرين اختارت نظام المجلسين اللي هو البايكامرال سيستم، غرفتين، مجلس شورى معين من قبل جلالة الملك ومجلس نواب منتخب من قبل الشعب انتخاب مباشر يمثلون الشعب بكامله. النظام هذا له إيجابيات كثيرة طبعاً، من ضمنها ضمان تمثيل الأقليات، التوازن النسبي، ضمان جودة التشريع إلى آخره، من أمور إيجابية جداً ثبتت التجارب في كثير من الدول أنه النظام الأنسب. في هذا البرنامج تم تدريب المشاركين على العمل الجماعي وطرق تقديم المبادرات والاقتراحات التطويرية والإبداعية التي تساهم في رفعة ونهضة الوطن وتنمية المهارات القيادية وتعزيز ثقافة الحوار وتبادل الرأي وتأهيلهم للانخراط في العمل الوطني. طبعا هذا البرنامج يتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى كانت عبارة عن فعاليات تجريبية، والمرحلة الثانية كانت جلسات نقاشية مع كبار المسؤولين في الدولة، أما المرحلة الثالثة فهي كانت عبارة عن تقديم مبادرات وأفكار إبداعية من الشباب نفسهم. طبعا كان البرنامج جدا متميز بعدد المشاركين وعدد الحضور. انا اعتقد ان احنا الشيء الكبير اللي طلعنا من هذا البرنامج هو وجود 64 شاب وشابه بالفعل يحملون القيم البحرينيه ويحملون ايضا الفكر البحريني والوعي المجتمعي، واحنا اعتقد ان البحرين اليوم خذت هذا المكسب بان رهان المستقبل هو رهانهم هم في هذه الشباب اللي بالفعل كانوا على قدر المسؤوليه ومتميزين. شهادتنا في الشباب البحريني
يعني مجروحة. كل الشباب والشابات البحرينيات اللي شاركوا في هذا البرنامج أنا أعتبرهم يعني ناجحين وفايزين بالأفكار والمشاعر اللي عندهم، المشاعر الوطنية اللي كانت عندهم، حابين أنهم يقدمون للوطن أفضل ما عندهم. تمكين الشباب ووضعهم في المراكز القيادية انعكس على آلية التطوير والتغيير المؤسسي من خلال طرح أفكار جديدة ومبتكرة وتنفيذها بطرق حديثة ترجمت صفات القائد الناجح ودوره في بناء الوطن. كانت بمثابة رحلة لإنارة العقول، زودتنا في كل مرحلة من مراحلها الثلاث بالعلم والمعرفة، وأكسبتنا بالمهارات السياسية والقيادية اللازمة التي تمكننا من تحمل المسؤولية الوطنية. يعتبر برنامج رهان المستقبل من البرامج المتميزة محلياً لكونه يعطي المشارك الأدوات اللازمة لتطوير شخصيته، ثم يعطيه منصة لتطويرها من خلال تقديم أفكار لتخدم مملكة البحرين وتخدم شبابها. تمت الاستفادة من البرنامج من خلال معرفة يعني رؤية البحرين الاقتصادية وعلاقتها بأهداف التنمية والمستدامة وتعزيز الهوية البحرينية، وكذلك استفدنا بعض المهارات السياسية والمهارات الإبداعية اللي ممكن نطبقها يعني شباب في البحرين، وإحنا أثبتنا في هالبرنامج إن إحنا رهان المستقبل وكسبنا هالرهان. طموح كبير وشغف ترجمه المشاركون من خلال إبراز القيم البحرينية بالإصرار لتحقيق الإنجازات والمواصلة بعزم وتحد لأجل المساهمة بالنهضة الشاملة لمملكة البحرين. تعزيزا للقيم المجتمعية وتثقيف الشباب وتمكينهم اختتمت اليوم فعاليات برنامج رهان المستقبل الذي استضاف عددا من المسؤولين في المملكة لتنوير الشباب بالمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لإخراج شباب قادر على تحمل المسؤولية الوطنية. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.